بمناسبة عيد جميع القديسين أقيم في كنيسة الراعي الصالح بمركز سيدة السلام بعمان قداس إلهي حضره وفد بلجيكي من جمعية فرسان وسيدات القبر المقدس وجمع حاشد من المؤمنين. التفاصيل في سياق هذا التقرير. خلال زيارتهم مؤخرا إلى الأردن قام الوفد البلجيكي من فرسان وسيدات جمعية فرسان القبر المقدس بزيارتين إلى مركز سيدة السلام بعمان طريق المطار ومزار النبي موسى الواقع على جبل نبو في محافظة مادبة. وبعد إتمام مراسم الاستقبال في مركز سيدة السلام وبحضور الوفد الزائر برئاسة المطران جان بيير ديلفيل وغبطة البطريرك فؤاد طوال والأب شوقي بطريان راعي كنيسة الراعي الصالح في مركز سيدة السلام وعدد من الآباء الكهنة وجمع من المؤمنين، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الراعي الصالح بمناسبة عيد جميع القديسين، حيث لفت سيادته في مستهل عظته إلى أن الرسومات في كنيسة الراعي الصالح تمثل لوحة من السماء والتي تصور القديسين الذين بلغوا السعادة الأبدية وآخرين يسيرون ويسعون نحو الملكوت، مشيرا سيادته إلى أن عدد القديسين أكثر مما هو متوقع، فالكنيسة لم تعلن إلا عددا قليلا منهم، في حين أن الذين أرضوا الله في حياتهم وحققوا دعوتهم إلى القداسة هم أكثر من ذلك بكثير. وشدد المطران الشوملي في عظته على أن القداسة هي للجميع. عدد الذين أرضوا الله وحققوا دعوتهم إلى القداسة هم أكثر من ذلك بكثير. سفر الرؤيا بتكلم عن 144,000. الرقم 144,000 الذين يحملون سعاف النخل بأيديهم ويلبسون حللا بيضاء وواقفون أمام الحمل، الحمل رمز السيد المسيح، هم رمز الكثرة. نعم، دم المسيح لم يغرق عبثا. المسيح مات على الصليب لكي يفتدي شعبا كبيرا وشعوبا كثيرة، وسنتفاجأ بأن عدد قديسين السماء هم أكثر بكثير مما نتصور، وسنتفاجأ أيضا مرة أخرى بنوع السعادة التي تنتظرنا في الحياة الأخرى، بدليل ما قاله القديس بولس: إنما أعده الله لمختاريه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان. وهذا الوعد بالسعادة الأبدية تخفف من وطأة آلامنا في الزمن الحاضر، فكل آلامنا في الزمن الحاضر لا تعادل ذرة من المجد الذي أعده الله لكل واحد منا منذ إنشاء العالم. وفي ذات السياق وخلال زيارتهم إلى المملكة قام وفد من الفرسان والسيدات من جمعية فرسان القبر المقدس من بلجيكا بزيارة مزار النبي موسى على جبل نبو، حيث ترأس المطران جان بيير ديلفيل يشاركه المستشار بالسفارة البابوية المونسنيور مور لالي القداس الإلهي بحضور كاهن رعية مادبة الأب فراس عريضة. زيارة اليوم هي زيارة فرسان القبر المقدس من بلجيكا، وهي زيارة مهمة خصوصا الأرض المقدسة المطلة على الأرض المقدسة فلسطين، ومن هنا نطلع لنشوف بيت لحم القدس وأريحة. زيارتهم مهمة جدا للتعرف على رعاية كمان الأردن، لأنهم هم الداعمين مهمين للبطريركية اللاتينية ولرعاياها. زيارة جبل نيبو هي كانت كمان زيارة مهمة، لأنهم اليوم احتفلوا كمان بالقداس الإلهي مع مطرانهم حتى يطلعوا بنظرة النبي موسى على الأرض المقدسة ويعيشوا ما عاشه النبي موسى في
نظرتهم لأرض الموعد اللي هي فلسطين؟ يعد وجود فرسان القبر المقدس هنا بالأردن، فرسان القبر المقدس البلجيكيين هنا بالأردن مهم وملهم. الفرسان اليوم عملوا صلاة بجبل نيبو، هي كانت من أهم، وضحوا فيها أهم الأشياء لازم يعملوها كحاج مسيحي ووجوده هنا بالأردن. حكوا عن النبي موسى بخلال الصلاة، حكوا عن أهمية الأردن وأرض القداسة والأرض اللي مشى فيها يسوع المسيح. نتطلع دائما أنه يكون الجيل اللي بعدنا يوصلهم هاي المعلومة، وهذا هم الإشي اللي جايين لأجله، المشن تبعتهم. نحن بلد الأردن بلد القداسة، هاي هي كانت الرسالة طبعا. ومن بعده أقامت مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في مادبا عرضا موسيقيا في ساحة الكنيسة ترحيبا بالوفد الضيف.